السلام عليكم زبايننا وحبايبنا الكرام، مثل ما عودناكم على كل ما هو جديد ومميز. اليوم ويانا الجهاز الجالكسي اي زيرو 2 اس. طبعا ايش قدر ما اشرح لكم عن مواصفات هذا الجهاز ما راح تتوقع مثل ما راح يجيكم. طبعا اجى بلونين، الالوان كلش حلوه، اجى بالوان مموجه، هذا اللون الاسود والرصاصي اجى بلون مموج، وهذا اللون الماروني طبعا هذا اللون كلش حلو، اجى بثلاث الوان. هذا راح نجي نشرح لكم ذاكرة الجهاز ومواصفاته. طبعا اجى بثلاث كاميرات خلفية، سعة الكاميرا الخلفية مالته 23 ميجا بكسل والامامية 13 ميجا بكسل، اجى ببصمة اصبع حقيقية. طبعا حجم الجهاز اجى ب 6.7 مثل ما تلاحظ. يجي ويا الجهاز كارت امريكي حساب هدية مكان ما تشتري من المحلات، احنا راح نوفر لك اياه عزيزي، سعر 5000 دينار حنوفر لك اياه بسعر مجاني. يجي ويا الجهاز شاحنة الجهاز الاصلية، سماعة الجهاز الاصلية، حافظة جلاتينية ويا الجهاز، شاشة ضد الكسر. كل هذا ب 75000 دينار والتوصيل مجاني لكافة المحافظات. اجى سعة البطارية مال الجهاز 5500 ملي امبير، يدوم ويا التواصل مالته من 7 الى 8 ساعات. اجى الجهاز بدبل سيم كارد. كل هذا ب 75000 دينار والتوصيل مجاني لكافة المحافظات. ما عليك الا الاتصال على الارقام التالية ومواصلة الصفحة.